احد اللي يكون على نصيبك. اقول اسمه؟ لا لا بطاطس بس. طيب تفضل. وابغى اعلان موجه للاطفال للبطاطس او الكبار كيفك عاد انت براحتك. موجه لان طيب الاعلان هل انا اصور بسناب ولا انها كاميرا؟ زي ما تبي ابتكر زي ما تبغى. لك اللي انت لك الحريه انت اللي تبغاه احنا طيب. نبغى ابداع. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم كل خير. اليوم جايب لكم إعلان مختلف تماماً. عندنا بطاطس نستهدف الصغار والكبار، حنا كبار ونأكل بطاطس. البطاطس هذا أنا أوصيكم فيه عن تجربة، إذا ما عجبك رجعه وخذ فلوسك كاملة. أعطيكم العافية. بس كذا بطاطس. طيب بسألك سؤال. تذوق. بسألك سؤال. طيب أنت الآن لو قاعد توجه الإعلان لمين؟ تلفزيوني ولا سنابي؟ لا انا اوجه الحين تلفزيوني. تلفزيوني. طيب. لو انه سنابي ممكن يختلف الاسلوب شوي. ايش وريني السنابي. طيب. خلا اشوف. السلام عليكم متابعيني، كيف الحال؟ شلونكم؟ عساكم طيبين. اليوم جايب لكم اعلان مختلف، اعلان عن بطاطس. ما اتوقع انا الوحيد الظاهر اللي اعلنت عنه. هذا هو البطاطس، بطاطس باللون الازرق. بنكهه الكاتشب، جميل جدا من تجربه. خلونا بندوق وياكم وتشوفوا. ندوق معنا؟ اصبر خلني اصور في السناب. هذا الجاي ها؟ توني ذقت البطاطس يا جماعه من واقع تجربه، خذوها ابدا ولا تشاور مره. ناخذ مع الشباب بس يجربون. اخوي نواف اعطني رايك، ترى بالذمه والامانه ما اخذ فلوس الاعلان ولا بدي ها؟ اي صح يا صدق. رايكم؟ والله يا اخوي جبر البطاطس هذا طعمه زين، وبعض الفشارات تجي فيها زيت وفيها، لكن هذا خفيف من الزيت، وبطاطس هش، وبطاطس طعمه زين وما له شكل. بيض الله وجهك. اخوي مخلد ارحب. ايش رايك بالبطاطس؟ اول شيء اشكرك على ذا الاعلان وذا المنتج، صراحه اول مره اشوف بطاطس. دقيقه سناب انتهت. اعيد كلامي ولا اكمل؟ كمل كمل. صراحه هذا الاعلان وهذا المنتج اول مره اشوف شيء بطاطس بهذه الخفه وخفيف وطري جدا. اشكرك كل الشكر. الله يعطيك العافيه. مرحبا يا اخوي، حياك الله. ايش رايك في البطاطس؟ والله بطاطس جميل جدا. انا انصح اللي بيشاهدون افلام ولا شيء سابقا شريت من المنتج هذا؟ نعم والله من واقع تجربه من قبل. نعم يعني نعم نعم انصح. يعني ما تجي مني ابد؟ لا. الله يعطيك العافيه. روح سناب انتهى الدقيقه. لا تروح. طيب وصلنا معكم لنهايه الاعلان، والسعر مناسب جدا الصغير والكبير. سعر البطاطس بنص ريال، المقاس الكبير بريال ونص، وكود جبر المداريه يصير جميع المقاسات بريال. تكمل العافيه. مقاسه يعطيك العافيه. ماشي ابو راجل. سؤال نفس السؤال بساله الشباب اللي قدموا. تفضل.